بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الاكزرسيس غادي نشوفوا الكونترول دي شارج دي زي تي. يعني شنو هو هذا العنوان؟ يعني هذاك لي زي تي اللي تنديرو يعني في الكوفراج اللي تيدار لينا ديال لادار. هذا باش تنديرو لادار تنديرو لي زي تي تحت منه باش يعني باش هذيك لادار ما طيحش لينا، عاد تنديرو الميزون بلاس ديالها يعني تنديرو ليها البيطون ديك الساعه. دونك انا في هذا الفيديو غادي نحسب هذاك لو كونترانت ادميسيبل ديال هذاك لي زي تي واش خدام ولا لا. مثلا إذا كان عندي لي زيتي فيها مثلا 10 كيلو نيوتن، وأنا في هذيك لادار عندي القوة ديالها فاش حسب عندي 60 كيلو نيوتن، يعني خص يكون شحال عندي؟ خص يكون عندي 6 ديال لي زيتي في هذيك لادار ولا 7. المهم مخصوش يكون عندي قل باش هذيك لادار مخصهاش طيح ليا. دونك هذاك الشيء اللي غادي نشوفه في هذيك زيتي. لوغ دي كوفراج دين دال Il est utile de contrôler la charge des étés pour éviter une déformation ou une rupture de ce soufflambage. يعني هاد الكونترول دي شارج نحسبوه باش نتجنبوا التشوهات وداك الفلامباج تاعو. On trouve les valeurs de contrainte admissible des étés dans les catalogues de fournisseurs. يعني هذوك لي فالور ديال الكونترات بحال دابا اللي تي كل واحد هو لي زيتي تيقول هذا فيه هذا ما خصوش يفوت 10 نيوتن، هذا ما خصوش يفوت 8 نيوتن. هذا لي فالور هادو يعني الكونترات ديالو تتكون في الكاتالوج ديال الفورنيسور. بور كونترولي سي سيت ليميت ني با ديباس اون كالكولي لا شارج دو بيتون سابويون سور ان ايتي اون ملتيبليون لير دو لا زون دانفلونس بار ليبيسور دو لا دال اون اونتيير لو فوليم دو بيتون كي شارج اريتي. يعني قال لك باش نكونتروليو ديك القيمه يعني ما خصهاش تفوت لينا، تنحسبو البيتون اللي غادي يهزو ليا هذاك ليتي. يعني بحال دابا بحال نحسبو نقول ديسون شارج مثلا في بوطو تبقى تحسب هذيك لا سيرفاس دانفلونس ديالو بحال الشيء تاع هاد ليتي تاعو نديرو ليه نفس العمليه. دونك غنديرو سابويون اون كالكيل لا شارج دو بيتون سابويون سيغ ان ايتي en multipliant l'air de la zone d'influence par l'épaisseur. باش تعطينا لو بوا ولا لا شارج اللي هذيك اللي عندي في هذيك ديال لا دار. ومن بعد غادي نفيريفي نشوف هذاك لي تي واش يقدر يتحمل ليا ولا لا. دونك هذاك الشيء راه نشوفو في ليكزامبل باش غادي نفهمو مزيان. vous êtes en train de coffrer une dalle de 9 mètres de longueur par 6 mètres de largeur. l'épaisseur du béton sera de 22 cm. Vous avez prévu de placer des étés toutes les 1,20 mètres environ, soit 5 rangées de 8 étés pour un total de 40 étés. La contrainte admissible des étés est de 10 000 N. Contrôlez si la contrainte admissible des étés n'est pas dépassée. Donc, regardons la dalle. عندنا واحد لادار اللي فيها ديمونسيون ديالها 9 و هنا عندنا 6 لي بيسور ديالها 20 20 داك ها. وعندنا لي زيتي عندنا بلاص دي زيتو 1,20 متر اونفيرون سوا 5 رونجي دو 8 زيتي بور ان توتال دو 40. يعني مثلا عندي 5 ديال الصفوف، كل صف فيه 8 ديال لي زيتي. هنا دابا هنا عندي 1 2 3 4 5. دونك هاد الرونجي هذا فيه 8 ديال لي زيتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 غادي عاوتاني هنا 7 8 ولا ديستونس بيناتهم 1,20 وتا هكا عاوتاني 1,20. هنا عندي عاوتاني 8 ديال لي زيتي. دونك في التوتال شحال من ليتي عندي؟ دونك 5 فوا 8 عطاتنا 40 لي هاد. دونك عندي 40 ديال لي زيتي. دابا خصني نحسب واش هاد 40 ديال زيتي ديال لي زيتي واش قادرين باش يهزو ليا هاديك لادال ولا لا، واش يتحملوا هاديك لي شارج ديال هاديك لادال، يعني ما يتاثروش بالشارج ديالها. وعطي هنا لو كونترات يعني كل ايتي ها شحال يقدر يتحمل. 10 دي ميل نيوتن هادي هي لا فالور اللي يقدر يتحملها. الا فاتها غادي طرا ليه الفلومباج ولا راه غادي يتهرس. دونك اول حاجه خصني نحسب لا سيرفاس دانفليونس. هنا في هاد ليكزومبل غادي نخدمو ديال لانترميديا يعني هاد لي زيتي هذا الوسطاني هذا هو اللي غادي نحسبوه. دونك لا سيرفاس دانفليونس
هاد المسافة من العكس للعكس زائد هاد المسافة من العكس للعكس ديفيزي باغ دو، نمشي عاوتاني لا سيرفاس هاد المسافة هادي 1,20 بليس 1,20 ديفيزي باغ دو، دونك لا سيرفاس اس ايغال 1,20 بليس 1,20 ديفيزي باغ دو فوا 1,20 بليس 1,20 ديفيزي باغ دو، يعني هاد لا ديستون هادي قسمت على جوج وهادي قسمت على جوج عطاتني هاد، هادا تعطيني 1,20 من هنا لهنا، عاوتاني تعدا تعطيني 1,20، دونك واحد هادي تقالي 1.2 زائد 1.2 هي 2.40 تقسم على جوج تقالي هنا 1.20 في 1.20 ايكال، شوف شحال عطاتني. ان فان ايجاد 1.44 1.44 متر كاري، دونك هذا هو لا سيرفاس دان في اليوم. دونك انا عندي بيتون ارمي عندي عفوا المهم لا دار بالبيتون ارمي بدار بلان، دونك شنو خصني البوا ديالها شنو هو؟ هو بوا دو فوليميك ديال البيتون ارمي هو 25 كيلو نيوتن بار متر كيب، أولا 25,000 نيوتن بار متر كيب، دونك فاش غنبغي نحسب هاد لي تي هذا خص يكون عندي الفوليم، باش هاد الفوليم غادي نضربو في هاد البوا فوليميك، دونك هاد السيرفاس خصني دابا الفوليم ديال الهضاب يعني، دونك قلنا الفوليم غنديرو 1.44 ليبيسور ديال الهضاب 0.22 ايكال، فاصلة 317 بالماجوراسيون 317 متر كيب، دونك لو بوا ديال هاديك لادار هو بوا لادار ايكال 25,000 مضروب لو فوليم 0.317 ايكال 0.317 مضروبة 25,000 إيكال 7,925 نيوتن، دونك هاديك هاد البلاصة اللي عندي هنا هاد البلاصة اللي هنا البوا ديالها هو 7,925 نيوتن، وأنا هنا اللي تي في ليكزومبل عاطيني لو كونترات ديالو 10,000 نيوتن، دونك لي تي غادي يهز ليا دي يعني ما فايتش ليا هاد لا فالور هادي ما فايتاش ليا 10,000، دونك هاد لي تي هذا راه خدام ليا هنا يعني ما يطرا لي لا الفلومبوم ولا هو لا يبقى عادي واقف، دونك هذا هو السؤال.